الخطوة الثانية اللي بتلزم لحلول المشاكل بطريقة إبداعية اللي هي ايديات. هاي الخطوة كثير مهمة. في هاي الخطوة بنركز على إنتاج الأفكار. More is better. كل ما طلعنا أفكار أكثر كل ما كان أحسن. ما تخاف من الأفكار اللي بتطلعها. ما في فكرة سخيفة، ما في فكرة غبية. كل ما طلعت أفكار كل ما وصلنا لحلول أفضل. بهاي الخطوة بلزم نستخدم التولز اللي أكيد قرأتوا عنها، منها مايند مابينج، منها البرين ستورمينج، منها السكس هاتس. ما بدنا نفكر بطريقة هابيتشوال ثينكينج. هابيتشوال ثينكينج هي طريقة مريحة كثير للدماغ، نفكر إشي يطلع حلول أو أفكار قديمة ورد عيد صياغتها مبنية على التاريخ. إحنا بدنا نحاول نطلع أفكار جديدة. هذا بتطلب كرييتيف ثينكينج. اسمح لدماغك تفكر حتى تصل لنقطة الآها، وجدتها آها مومنت، أو أمرات تحكولها يوريكا. يوريكا يعني وجدت فكرة حلوة غريبة. حلوة الغرابة بس ما تكون يعني غرابة مبتذلة، أو غرابة تكون فكرة مختلفة. هذا بدي أوصفه. هلا الخطوة الأولى فكرنا فيها اللي هي كلاريفاي، النقطة الثانية ايديات. فنفس المشكلة اللي فكرتوا فيها بالخطوة الأولى بدنا نردها لنبني عليها ونطلع أفكار لإلها بالخطوة الثانية اللي هي ايديات. بستنى أسمع منكم الأفكار الإبداعية بالجلسة القادمة.